شركة فورتنايت ودونالد ماستر لما يحاولوا يعملوا قصة فورتنايت تبع أي سيزون معتاد لازم يحلبوا السيزون بشكل كامل، يعني سيزون 4 شابتر 2 كان معنا شيء غريب لأن أسلحة مارفي وكل الناس طفشت من اللعبة، وأنا اللي كل محتواي عن فورتنايت طفشت عن اللعبة وقرفتها بشكل كامل، لأن الأسلحة كانت عبارة عن أسلحة أوفر باور وشكل مو طبيعي بالنسبة لهي الأسلحة. فهلا شركة فورتنايت بالسيزون 5 ما عندها أي شيء تضيفه، فراحت رح تختص بمجال البوتات، البوتات رح تزود لكم ياهم يا شباب ورح تضيف لكم أسلحة غريبة مثل مظاهر أمامكم وأشياء بحياة عمرك ما شفتها في فورتنايت ولا حتشوفها غير ان شاء الله بالموسم الخامس. فان شاء الله رح احكي لكم بالنسبه للاضافات الجديده والاكزوتيك وابن اللي قادم معنا بالنسبه للسيزون 5 شابتر 2. فلا تنسى اللايك تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس وتنشر المقطع مع كل اصدقائك، كود دعم بالاتم شوب ديمو 9 ويلا مع بعض. فلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. بالنسبة للسيزون 5 شابتر 2 اللعبة صار لها تقريبا 4-5 ايام من فترة الكريسماس والهوليداي تبع بالنسبة كريسماس وراس السنة كلها كانت باردة وما فيها اي اخبار. من امبارح بلشنا التسريبات وحكينا عن الباتش الجديد اللي قادم معنا اللي هو برقم 15.21 يلي رح يكون عن التحديث القادم ان شاء الله وحينزل معه اشياء. لو حابب تشيك على المقطع رجع على المقطع اللي قبل هذا وشيك عليه. بالنسبة لاسلحة الاكزوتيك وابن في معنا اشياء كتير نازلة معنا باللعبة. مبدئيا خليني اقول لكم القصة شو هي بالنسبة للاسلحة. هاي الاسلحة يا شباب بتجي مع بوتات والبوتات كلياتهم موزعين بكافة انحاء الماب مثل مظاهر امامك. في بعض منهم ما لهم اي فائدة، بيعطوك شوية تحديات بسيطة انك انت تعمل باونتي وتروح تقتل هاد وهيك شغلات ما لها اي طعمة، ولكن حاليا معنا 5 وضافوا عليهم شخصين جداد اللي هن اسلحة جديد. الخمس اشخاص بتعطيك الاسلحة اللي ظاهرة امامك عبارة عن 2 سنايبر، واحدة حرارية واحدة عادية، واحدة طبعا القنبلة اللي كلاتكم تعشقوها الهافي سنايبر، فين بينات المسدس اللي ظاهر امامكم الحراري والكاتم والدبل بارل اللي ظاهر امامكم. هي كل الاسلحه معنا الجديده، ولكن حاليا بالسيزون 5 بعد التحديث ضافوا 2 بوت اللي ظاهرين امامكم هدول الاسلحه اللي هي السنايبر الناريه وبعد منها الثلجي اللي ظاهر امامكم او السلاح الثلجي تبع الكريسماس. هدول هن كل الاسلحه والبوتات منتشرين مثل مظاهر امامكم الناس والاسلحه والاماكنها كلها انا عم بحكي عن مورجيكم اياها، ولكن شركه فورتنايت ما حتسكت هون ورح تخرب ام اللعبه ورح تعمل لكم اشياء جديده باسم الاكزوتيك وابن، نفس الاسلحه القديمه ولكن مطوره اكثر واكثر. طبعا الاسلحه كلها الموجوده معنا داخل ملفات اللعبه اللي هن عباره عن 3 اسلحه، السلاح الاول اللي هو باسم ران جان اس ام جي، والسلاح الثاني باسم السلاح الاي ار الايس او الجليدي، والسلاح الثالث اللي هو باسم سلير بازوكا اللي ممكن تلغى وممكن لا، ولكن في معنا اسلحة جديدة تسربت وفي دليل على هذا الكلام اللي هو الاسبوع الرابع. الاسبوع الرابع كلاتكم بتعرفوا انه نزل معنا فوق الاربع تحديات خاصة بالاقزام، وهذا الشيء سرب لنا مقطع لحد هلا مو معروف شو مصدره وشو موضوعه، رح نحكي عنه بهذا المقطع. مبدئيا بالنسبة للاسلحة الاكزوتيك اللي ظاهرة امامكم رح يكون معنا سلاح جديد مؤكد 100% من داخل ملفات اللعبة. السلاح الاول رح يكون معنا باسم الران جان اس ام جي، عبارة عن اس ام جي وبيعطيك بسرعة وقت انك انت تمشي وبتصير انت وماشي كانك عم تركض واكل سبايسي. هذا هو السلاح مثل مظاهر امامكم اللي هو الران جان اس ام جي، رح يكون عباره مدموج عن سلاحين اس ام جي قديم وجديد مع بعض، رح يتيح لك انك انت تركض فيه وتمشي بسرعه كانك اكل سبايسي او سمكه سبايسي، يعني انت وعم تمشي رح تمشي بسرعه اكبر من المعتاد واسرع من المعتاد اللي كلياتنا بنعرفها بلعبه فورتنايت. هذا السلاح داخل ملفات اللعبه فشوفه وقول لي شو رايك. هذا هو السلاح اللي هو مؤكد من داخل ملفات اللعبه، وفي عندنا بقى السلاحين الثانيات اللي هن سلاح الاي ار الجليدي والسلاح الثاني اللي هو السلير بازوكا. هدول لحد هلا ما لنا صور، في عندكم الصوره تبع السلير بازوكا هي هي تقريبا، وفي عندكم الاي ار الجليدي لحد هلا مو معروف، ولكن في معنا 3 اسلحه غريبه نزلت معنا على السوشيال ميديا وانطرشت بكل مكان. هدول الاسلحه عباره عن 3 اسلحه، السلاح الاول اللي هو جليدي او كهربائي، والسلاح الثاني اللي هو عباره عن ميني جان ناري، والسلاح الثالث اللي هو تبع الاقزام اللي انا رح احكي لكم عنه. طبعا بالاسبوع الرابع كان معنا تحديات خاصه بالاقزام، اكثر من 4 تحديات اللي هن مطلوب منك انك تعسر على اقزام وتروح تحفر اماكن الاقزام. بعد منا انتشر هذا المقطع بشكل كبير اللي ظاهر امامكم، هذا عباره عن بيستول بيطلق اقزام، ما كنت افهم شو الفكره تبعه، ولكن فعلا اذا هو انضاف معنا للعبه رح يكون شيء خرافي والموضوع رح يصير غريب جدا، وشركه فورتنايت عم تتجه بالنسبه لاكزوتيك وابن لناحيه جديده ولشيء مجنون كثير رح يجي معنا بالسيزون 5، فشوفوا هذا المقطع وبرجع لكم.
هذا هو السلاح يا شباب. فانتوا شو رايكم فيه؟ انا بالنسبه لي مالي عرفان شو بدي اشرح لكم يا. فانتوا طبعا رايكم بالتعليقات اللي هو بيهمني جدا وراح يخليني اعرف شو احكي بالنسبه للمقاطع القادمه. وبالنسبه للسلاحين الثانيات معنا، السلاح الاول اللي هو الميني جن الناري. هذا الميني جن الناري لحد هلا ما كنت افهم شو موضوعه. هذا السلاح انتشر معنا، والمشكله انه في بعض المسربين الكبار اللي هن معروفين بفورتنايت عم يحكوا عن هذا الموضوع. يعني اول مره انا بشوف هيك اسلحه اوفر باور ممكن تنزل معنا. مثل ما قلت لكم بالسيزون 4 كان معنا اسلحه ايرون مان والشغلات النادره هدول تبعات مارفل، وهلا حاليا شركه فورتنايت عم تتجه للاكزوتيك وبن والاشياء المجنونه اللي عم تعملها. هذا السلاح الميني جان رح يطلق نار ورح يكون دمجه عالي جدا، ممكن يكون دمجه من 60 ل 70 لانه انا هيك قريت بالنسبه عليه بالتسريبات اللي كل الناس عم تنشرها وكل الناس المعروفه تقريبا على تويتر وبكل مكان عم تنشر عنه. فشوفوا واعطوني رايكم. يعني الصراحة شايف السلاح كتير اوفر باور، ممكن يكون غالي بالنسبة للذهب وممكن يكون مثلا في شيء غريب ما حدا بيعرف مثلا. هذا هو بالنسبة للسلاح. والسلاح الاخير اللي معنا اللي هو ممكن يكون سلاح مجنون، هذا السلاح ممكن يكون عن طريق الاي ار. هذا هو الاي ار الثلجي اللي هو موجود فعلا بملفات اللعبة، ممكن يكون هو ممكن يكون لا. هذا السلاح عبارة عن سلاح بيكون فيه تقريبا من 6 ل 8 طلقات تضرب فيه بيعطيك شيء مثل كرة بتكهرب او بتجمد. لحد هلا من الصور او الفيديو مو مفهوم مزبوط هل هي بتجمد ولا بتكهرب، مو مفهوم مزبوط. هذا السلاح رح يكون دمجه قليل مثل الاسلحة القديمة اللي هي كانت تبع اللانشر القديمة، يلي هي دمجه بيكون خفيف يعني مو كتير عالي. فشو رأيك بهذا السلاح؟ وبرجع له. هذا هو السلاح الاخير اللي معنا بالنسبه لاسلحه الاكزوتيك وابن الجديده المصروعه اللي عم تتجه عليها شركه فورتنايت. فانت اكتب لي بالتعليقات شو اكتر سلاح لقيته مجنون، وشو اكتر سلاح اللي هو ممكن يكون معنا اوفر باور وما حيكون حلو معنا. وبالنسبه للشيء اللي حكيته انا بالفيديو الماضي الخاص بالتسريبات، الفيديو الماضي انا حكيت عن موضوع الشرط واني انا عم بعمل ستريم هنيك، وكل شخص ان شاء الله رح يفوت على الشرط ويعمل اكونت يعمل لي فولو واللايك ويتابع على الستريم ويتفاعل، رح ابعث له جيفت من الايتم شوب سواء رقصه او سواء بيكاكس اي شيء كان، يعني بتكون قيمته من 200 ل 300 في باكس اي شيء رح ابعث لك اياه. ان شاء الله مع الوقت لما نكتر اكثر على الشرط رح يكون في زياده اكثر للجوائز وللهدايا والناس اللي عم تدخل تدعم. انا شرحت هذا الموضوع بالفيديو السابق، لو حابب تفوت على الفيديو السابق وتشوف كيف بدك تفوت لعندي وتاخذ الرقصه وتحصلها على البث المباشر مثل كل الناس، فكل عليك انك انت تتجه للمقطع اللي ظاهر على اليمين او على الشمال باشاره استفهام، او المقطع اللي قبل هذا ان شاء الله بتلاقيه. فكود دعم بالايتم شوب لموتس، او لا تنسوا تنشروا هذا المقطع بكل مكان، خلينا نوصل 20,000 و100,000 ان شاء الله بهالسنه، وتكون سنه حلوه على الجميع ان شاء الله وبرعايه الله.